ما تزبيوش اقعدوا معانا خذوا اكل فوتوي الكونفورتابل والكراسه اللي نحكيو عليها ديما كراسه نمبر 24 على خاطر عندنا زوز وصفات بنان برشا اللي هما اليوم مقروض مالح بالبطاطا ويبرق. شوفوا بعضنا بعد الجينيريك. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. صباح قاعدين كومفورتابل في الفوتوي كما قلنا قبيليكا. الكراسه نمر 24 اللي ديما نحكيو عليها راهي تملات توا، راهي تملات، لكن نعاودوا كراسه اخرى باش تقيدوا كل ما نقولوه وكل المقادير اللي موجوده، وتبعونا بشويه بشويه حتى طيبوا حاجه بنينه ان شاء الله. قبل ما نبداو نطيبوا كما العاده ندخلوا للركن ايش باش نطيب حرت، ايش باش نطيب اليوم. واليوم نقترح عليكم من الاول شربة حوت، دونك قعدوا لك شويه حوت ولا لقيت شي شويه نزلي صغير ولا كذا، تجمو طيبوه معاه شويه كلافس، شويه معدنوس، بصل، علاش لا عود قرنفل، ترشقوه في رنديله قارس باش تعطيو نكهه بنينه للحوت نتاعكم. وشربة حوت بعدك الحوت هذاك تفتفتوه في وسطها، كان تحبوا تزيدوا دي كوب نتاع بطاطا ولا حاجه على شلات، كان تحب تردوها حمراء ردوها حمراء بالبطاطا، تحرحروها ترجل تحرحروها انتم وشوا نتاعكم كيما مستنسين تاكلوا في العائله نتاعكم. من بعد باش نعملوا المقروض المالح هذا، ما شنو هو المقروض المالح حتى نشوفوه من بعد الوصفه نتاعو، نشوفوها مقروض مالح بالبطاطا. من بعد نقترح عليكم كسلطه، تاخذوا سلطه خضراء ومعها تعملوا دي بولات ولا دي كوب نتاع بطيخ وشويه نعناع مخصوص جويد معاها، وفينيغريت بيان سور، قارس وزيت زيتونه، ملح وفلفل اكحل، وتجي سلطه بنينه برشا. البلا دو ريزيستونس باش نطيبوا اليبراق، نشوفوا شنو اليبراق هذايا. وفي الاخير كديسير نقترح عليكم الموز دو فاني، تتباع في السوق ولا تجمو تعملوها وحدكم من البكوات، تعملوها وحدكم موز دو فاني ولا موز دو فريز كما تحبوا انتم. باهي توا هذوما الاقتراحات نتاعنا، نتعداو للتطيب ونبداو بالحاجه الاولى اللي هي مقروض ملح بالبطاطا. نشوفوا مقاديره على الشاشه ونرجعوا لكم. مقروض مالح بالبطاطا، هذا نستحقه رطل بطاطا عظمة، 100 غرام فارينة، ملح، فلفل أكحل، للحشو 150 غرام لحم مرحي، بصلتين، 4 مغارف معدنوس مقصوص جويد، مغرفة زبدة عظمة، ويتر زيت للقليان. شفنا مقادير المقروض هذايا على الشاشه، توا باش نبداو نتوكلوا على ربي ونعملوه المقروض هذايا. شنو هو المقروض؟ المقروض اولا لازمنا نطيبوا البطاطا. البطاطا اللي موجوده هنا هي اللي باش نطيبوها في الماء، نقصوها طروف طروف ونطيبوها في الماء، لكن انا سبقت الحدث وطيبت البطاطا وغفصتها كما تشوفوا هنا. هذه الحاجة الأولى اللي عملناها باش نخليوها تبرد، باش نربحوا الوقت ونخليوها تبرد. من جهة أخرى باش نحطوا شوية زيت في شوية زيت، وباش نقليو البصل، باش نقليو البصل في وسطه. ناخذ مغرفة ونقليو البصل ونزيدوا عليه خليه يذبل. اما خيرت اللي البصل اليوم يكون محكوك بالراب باش يكون جويد، على خاطر باش يكون هذا هو الحشو نتاع المقروض نتاعنا. باهي توا باش نزيدوا اللحم، ونقليوا اللحم مع البصل. هذا هو المكونات، هذم هما المكونات نتاع الحشو نتاع المقروض هذا.
نفوحوا هذا الكل شوية تابل شوية كروية. شوية ملح وشوية فلفل أكحل. بيسير هذا الكل باش نقليوه على نار لازم تكون هادية شوية باش يطيب في عقله. ونزيدوا على هذا الكل شوية معدنوس ونخليه الخليط الكل يشيح من الماء نتاع الفيجيتاسيون، الماء نتاع اللي موجود في اللحم الموجود في البصل والمعدنوس. دونك هذا هو الحشو نتاعنا اللي باش نعملوه، نخليوه على نار هاديه يشيح. من جهه اخرى باش نتعداو للعمليه الثانيه اللي هي البطاطا. البطاطا كما قلت لكم غفصناها باش نحطوا فيها العظمة هذه. نمشيو بشوية بشوية العظمة الأولى، نحطوا العظمة ونشوفوا بينا ما نصبوش العظمتين كل مع بعضها. البطاطا شايحة بالكدا، شايحناها بعد ما غفصناها، شايحناها زادة شوية فوق النار باش تتنحى الماء نتاعها ونجمو نخدموها بسهولة. العظمة اللي حطيناها سي جوست باش تشد القليان، تشد البطاطا وقتي باش نعجنوها ونحطوها باه نحطو على شلا شوية زبدة باش نعطيو مطعم فيها. هذه الزبدة ونزيدوا شويه بشويه شويه فرينه. انتم عينكم ميزانكم على خاطر مش البطاطا الكل كيف كيف، عينكم ميزانكم في الفرينه. دونك الفرينه هذيك باش تشرب الماء الباقي في وسط البطاطا. اذا توا باش نستناو حتى الحشو هذايا يشيح ويبرد ونوليو نعملوا البطاطا نتاعنا. بعد ما عجننا كما تشوفوا البيوري دو بوم دو تير، خلطنا شويه فرينه معاها وعظم وكذا وحطينا شويه ملح، عجننا وعملناها في الشكل هذا. توا باش نحشيو كيما المقروض اكزاكتومون كيما المقروض. هكا نعملوا الكرو هذا اللي باش حطوا فيه الحشو اللي حضرناه قبل هيك، اللحم المرحي بالبصل والمعدنوس. هكا اش قولكم في الفكره؟ مقروض مالح ما لازمناش نعبيه برشا برشا، واذا تلقاو كعابر خشان تنحيهم على خاطر باش يفسدوا فوالا. هكا ونسكروا. سكروا بالكدا. بطاطا تلحم مع بعضها بالشكل هذا. نرشوا عليها شويه فرينه باش حتى كان فما ليكيد ولا حاجه يتشرب. هكا فوالا. من بعد تعرفوه هذا هذا تعرفوه ولا؟ ايوا هذا هو، مش باش يغيب علينا، هو موجود هنا نتاع المقروض باش نحطوه فوق الفورمه هذه وننزلوا ونقصوا الزيت. الزايد اللي نجمو نعاودو نستعملوه بيان سور ما يتلوحش على خاطر ما فيهش وسخ، ما فيهش شفتوا لا فيه لا لحم لا حتى شيء.
دونك نجمو نعاودو نستعملوه. هكا نتحصلوا على المقروض اللي حشنا به. هاو كم فورم يعمل كيف شفتوه. توا باش نقصوا المقروضة اللي نحب عليها سولون الديسان اللي موجود هنا. نجم نعملوها هكا، نجم نعملوها أصغر زادة، وهي أصغر خير خاطر كبيرة ممكن تفرط لنا في الزيت. فوالا توا هذه حتى هذه باش نصغروها. نلفو نلفو وننشرو من نحيو كل الزايد نتاع الفرينة. نلفوهم المقروضات نلفوهم في الفرينة ونحطوهم هكا حاضرين جاهزين باش يتقلاو. وهلو مجر حتى نكملوا الكعبات نتاعنا. من الأحسن ديما الوقت تعجنوا البطاطا تخليوها في الثلاجة شوية تشد روحها باش تسهل لكم في العركان هنا، ما تكونش لينة برشا. بس هذوما كملوا، زيت يكون مشكل قوي قوي برشا. هكا توا المقروض جاهز باش يتقلى، حطوه بشوية بشوية في المقلى. هذا هو المقروض اللي نلوجوا عليه. هكا حضرت نظرة عملنا المقروض المالح بالبطاطا. توا باش نتعداو للإبراق، الإبراق نشوفوا مقاديره على الشاشة ونرجعوا لكم. إبراق لهذا نستحقه سلطة خس، 250 غرام لحم مرحي، 100 غرام روز، نص قطة معدنوس، بصلة، 6 سنون ثوم، شوية نعناع شايح، زوز مغارف قهوة راس الحانوت، ومغارفة قهوة كركم، نص كاس زيت، ملح، فلفل أكحل. كما شفتوا توا باش ناخذوا الأوراق نتاع السلطة هذه. والحكاية هذه نتاع شنية الإبراق، الإبراق هي كلمة تركية وتعني ورقة. إبراق إبراق هي الورقة، ورقة دونك هذه ورقة سلطة سلاد رومان سلطة الخس. نحطوها في الماء سخون مملح، ومن بعد توت سويت في البارد كما هكا باش تولي طرية باش نجمو نلفوها باش نجمو نلويوها. فوالا من بعد ثلاث دقائق باش نجمو معناها تولي طرية، مش برشا برشا، مش معناها ماناش باش نطيبوها. كيما تشوفوا هكا ولات طرية شفتوا، ونحطوها توت سويت في الماء بارد. تحسبوا حتى ثلاث دقائق وتختاروا الأوراق البرانين هذوكم، هذوكم الباهين اللي يتلفوا بسهولة وتلقاو تنجموا تلموا فيهم برشا برشا حشو. باهي يظهر لي هذا يكفينا. من جهة أخرى طيبنا الروز، طيبنا الروز نورمال في الماء 20 دقيقة في ماء مالح وخليناه هكا هذا داخل في الحشو. سيي كملنا منها. هكا هذا الطنجرة هذه كملنا منها. فوالا توا باش نبداو في نعملوا الحشو. بيان سور باش نصبوا فيها شويه زيت باش نعملوا الحشو نتاعنا. الحشو نتاعنا اللي هو متكون من بصل كيما العاده،
ندبلوا شويه البصل ونزيدوا عليه اللحم المرحي. اليوم نهارنا باللحم المرحي. كنحبوا تحطوا له شويه مع النوز كيف كيف ونفوحوه. هذايا الفحم تاعو يكون شويه فاح بقري، اما فاح بقري ولا راس الحانوت كل البلاد كيفاش تسميها، وشويه نعناع شايح. هذاك باش تعطي نكهه بنينه. نخليه بيان سور يشيح كيما العاده، يشيح من لو دو فيجيتاسيون، الماء اللي فيه. هكا نمشي ونجيبو، وكان فما هكا تكونوا كعابر نغفصوهم باش معنا كان فريمون اللحم المرحي جويد جويد. حطوا شويه ملح وشويه فلفل اكحل. يكفينا. يكفينا هذا باش نجمو نعملو الخليط نتاعنا اللي باش يتحط فيه العظم. عظمة تكفينا. هكا نزيدو عليها الرز اللي طيبناه، نزيدو بشوية بشوية نشوفو إذا شاح الخليط، ما عادش نزيدو الرز. يظهرلي ضعيف آخر. كمان نزيدو شوية فلفل، ملح سامحوني. هكا الحشو نتاعنا جاهز. توا مازال كان باش نحضرو الأوراق نتاعنا، الأوراق اللي حطيناهم في الماء بارد باش نخليهم يستقطروا. هكا نستقطروهم وهذوما ايفوالا. خليهم في عقلهم يستقطروا هكا، كان لازم نشيحوهم علاش لا، ونخدموهم هذوما اللي باش يكونوا العمليه نتاع الحشو نتاعنا. دونك الورقه اللي موجوده هنا حلوها ونقصوا لاك سنترال هذايا اللي باش يعطلنا ممكن في الحشو نتاعنا. دونك هذوما نقعدوا نقصوا هذوما الكل، نحضروهم ومن بعد نبداو نحطوا الحشو فيهم. كملنا توا قصينا لاك سنترال نتاع الاوراق السلاطه هذوما نتاع يبرك، وتوا باش نحطوا لهم الحشو اللي حضرناه. انا حتى بالسلاطه نجمو نعملوا حاجه رولي، نجم تعمل بالشو زاده بالكرمبيت بالكرنب. ماذا بيك هذه في الاخر بالكل اللي هو البقعه الكامله هي اللي نحطوا فيها شويه حشو ونلويها. نلوي الاجناب هكا ونكملوا ندوروا ونخليهم اللوطه. فوالا هكذا دواليه حتى نكملوا الاوراق اللي عندنا موجودين.
حبيت نلفت انتباهكم الإبراق هذه الوصفة هذه راهي تونسية تقليدية تونسية، لكن وقت قعدت اللوج طلعت اللي الاسم يبراق جاي من التركي. دونك سي نورمال ممكن من العهد العثماني. باهي هذوما سيي توا باش نحطوا شويه زيت في الطنجره، نحط عليه شويه ثوم نسبا. نزيدوا شويه زيت، زيت كافيه، ونصبوا شويه ماء جست باش الابراق غرق شويه، ونحطوا شويه كركم في وسطه باش نصفروه، وهكا نغطسوا الابراق هذا ونخليه يطيب في عقله على نار هاديه هاديه هاديه. كنت نشوف فوالا فورميدابل، تو هو ماشي هو ينقص بيان سور يعمل ريدكسيون حتى الصوص هذيك تقر زيتها تقف على زيتها والابراق يكون طيب. هكا حضرت نظرة عملنا الابراق، الابراق اللي باش يدوم فوق النار ابري ربع ساعة هكا ماكسيموم. هكا حضرت النظر نتعداو توا السؤال اليوم، سؤال اليوم تجمو تلعبوا معنا على الاس ام اس على 87 97 87، كما تشوفوا على الشاشه 87 97 87، وتكتبوا زوز احتمالات. لكن توا نتعداو للسؤال اللي هو الابراق انها وصفه احتمال الاول من تركيا وهي تعني بورقه، والا الاحتمال الثاني الوصفه هذه مغربيه ومعناها يبرق. دونك السؤال الابراق هذايا الوصفه نتاع الابراق انها مغربيه وتعني يبرق، هذا الاحتمال الثاني، والاحتمال الاول انها تركيه ومعناها ورقه، ورقه اون فوي. تجمو كما قلت لكم تبعثونا اس ام اس على 87 97 87، الاحتمال الاول ب نقطه A1، الاحتمال الثاني ب نقطه A2. الربح قديش قديش قديش؟ 100 دينار، 100 دينار وبون شانس للي باش يربح، حظ سعيد نتمنى له. 100 دينار تجمو تربحوا اذا جاوبتوا صحيح. باهي حضرت نظره كما قلت لكم اليوم طيبنا زوز وصفات اللي هي بالاول المقروض المالح هذا بالبطاطا ومحشي باللحم المرحي. دونك عملنا البيري دو بوم دو تير وخلطنا معها العظم وملحناها وعملناها كيما المقروض، حطينا فيها الحشو اللي هو مقلي معناها لحم وبصل مقلين وفوحناهم بالنعناع وكل شيء وحطيناهم وسكرنا وعملنا بالقالب نتاع المقروض وقصيناه ولفيناه في الفرينه وقليناه. عملت معاها شويه كيما الشكشوكه لكن بصل وفلفل كهو، بصل من بصل والفلفل من الوان مختلفه، وعملنا بهم شويه طماطم وعملنا هذاك الباز نتاع المقروض المالح نجمو ناكلوه. دونك المقروض المالح ومعاه الشكشوكه هذه. من جهه اخرى عملنا الابراق، الابراق اللي هو سلطه تخص حطيناها في الماء المالح 3 دقائق وخرجناها وحطيناها في الماء البارد، وحضرنا حشو زاده كيف كيف باللحم المرحي. اليوم الشانس نتاع اللحم المرحي، بصل وفوحناه بالفحات التابل والكرويه والنعناع، وحطينا الحشو في الورقه لويناها وعملنا مرقه معناها مرق ولا صوص مكونه من ماء وزيت وثوم وكركم، وخلينا اكل الابراق اكل الاخضر نتاع السلطه يكمل التطيب نتاعو في وسط الصوص هذيه، وعملنا ريدكسيون للصوص هذيك معناها نقصت من الكميه نتاعها نقصت، وهذيك الصوص اللي تمشي مع الابراق تجمو تعطيو معاها شويه روز ولا شويه بطاطا ولا اللي انتم تحبوه، لكن الباس هي الابراق هذايا. دونك الورقه
ورقة السلطة الخس المحشي. هكا يظهر لي إن شاء الله وصفتنا عجبتكم. أنا مازالي كان باش نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في نفس الوقت. نتمنى لكم شهية طيبة ونقول لكم إلى اللقاء.